مش قادر اوصف لكم الريحه قد ايه حلوه جدا، احلى الاماكن اللي ممكن تاكل فيها في ازمير. وتتوقع سعر وجبه الدجاج المشوي اللي امامي حاليا كام ليره تركيه او كام دولار؟ اكتشفوا معايا النهارده اجواء الحياه الليليه في مدينه ازمير. ويا صباح الفل من تركيا وبالتحديد من المدينه اللي بحبها جدا ازمير. بصراحه النهارده راجع تاني اسطنبول، لكن حبيت استغل وجودي في ازمير اسجل فلوج سريع تتعرفوا اكتر على المدينه حاليا. يلا بينا نبدا جولتنا. ويا مساء الفل مره تانيه من مدينه ازمير. اتمنى صوتي يكون واضح، الجو فيه رياح شديده شويه. انا موجود حاليا على الكورنيش هنا في ازمير في منطقه اسمها السنجاك. اجواء جميله جدا، يعني الصيف في ازمير فعلا مختلف، اجواء بتكون حيويه لاقصى درجه، لكن الحراره مرتفعه. يعني درجه الحراره في اللحظه اللي بسجل فيها الفيديو 37 درجه. يعني ازمير في الصيف لو حد بيخطط يزورها اعمل حسابك الجو بيكون حر جدا، تقريبا مشابه للجو في الدول العربية او منطقة البحر المتوسط. لكن زي ما هتشوفوا خلال الفيديو يعني الناس كلها بتقضي وقتها على الكورنيش هنا. المنطقة اللي أنا موجود فيها حاليا منطقة سكنية مهمة وكبيرة جدا هنا في إزمير اسمها السنجاك، موجودة على ساحل البحر. خلال فصل الصيف بالكامل هتشوفوا المنظر اللي أمامي حاليا، يعني الشباب والعائلات الناس كلها بتقضي وقتها على المساحات الخضراء الموجودة هنا على الكورنيش. إزمير فعلا حر جدا، فده بيكون المتنفس لأهل المدينة. ناس بتيجي تاكل وتشرب هنا، يلعبوا مزيكا، يلعبوا في تراك او مسار مخصص للدراجات، في مسار مخصص للمشي والجري الناس اللي حابه تعمل رياضه. ففعلا من الاماكن اللي انصحكم تزوروها خلال تواجدكم في ازمير منطقه اسمها السنجاك، منطقه سكنيه زي ما قلت لكم، يعني امارات موجوده هنا وفي فنادق كمان. يعني المبنى الكبير الطويل اسمه ايجا بالاس، ده فندق موجود هنا. ايضا محطة بحرية في السنجاك ممكن من خلالها تتوجه الى الجانب المقابل، منطقة اسمها كارشياكا. ودلوقتي خليني اهرب من الرياح الموجودة على الكورنيش هنا، هحاول اتجول معاكم وانقل لكم الاماكن الموجوده في منطقه السنجاك من الداخل. الشوارع الجانبيه هنا في منطقه السنجاك في منتهى الجمال، يعني انا شخصيا بحب اتمشى فيها. هتلاقوا عدد كبير طبعا من الكافيهات، لازم ايضا اوضح ان عدد كبير من البارات اماكن السهر وكده موجوده هنا في السنجاك. ازمير كمدينة اعتقد اللي متابعني اكيد لاحظ اجواءها مختلفة شوية عن باقي المدن في تركيا. اجواء هنا او ثقافة اهل نسبة كبيرة يعني من اهل المدينة تعتبر زي المدن الاوروبية تماما، يعني بمعنى اصح كل شيء مباح في ازمير. عامة انا بصراحة جعان حاليا حابب اتعشى، الساعة ممكن في حدود 8 مساء هنا في ازمير. الشارع اللي انا وصلت له حاليا اسمه شارع شهداء قبرص او باللغة التركية قبرص شيتليري. اعتقد ايضا اللي متابعني اكيد يعرف الشارع ده موجود فيه عدد كبير جدا من المطاعم. لكن خليني ادور على مكان جديد اكون مزورتوش او مصورتوش قبل كده. في مطعم هنا بيعمل مشويات دجاج مشوي.
وحاليا خلينا نشوف الدجاج المشوي هنا في زمير. يا سلام على الريحة. ريحة حلوة جدا، قوية جدا. هنا القنوات باللغة التركية يعني الأجنحة على فكرة سوبر. لو تشوفوا هنا الحاجة كلها متجهزة بالصوص والبهارات، دي ممكن تكون كبدة اعتقد. هنا الكفتة والأدانة كباب. مش قادر اوصف لكم الريحة قد ايه حلوة جدا. احلى الاماكن اللي ممكن تاكل فيها في ازمير. هي دي المنيو الخاصة بالمطعم هنا اسمه آل سانجاك قنات. فحابب تتعرفوا معايا على متوسط الاسعار في مدينة ازمير. انا طلبت وجبة اسمها كاريشك طاووق، او اللي هو وجبة ميكس يعني من المشويات، الدجاج المشوي. سعرها 110 ليرة تركية، يعني ده تقريبا المتوسط. الوجبات بتبدأ من 100 ليرة، الكفتة مثلا ب 115. فالوجبة اللي انا طلبتها كاريشك طاووق هتشوفوها حالا. في النوع ده من المطاعم بتحتاج تنتظر ممكن ربع ساعة تلت ساعة او اكتر كمان لغاية ما الحاجة اللي انت طلبها تتشوى، بمعنى اصح الحاجة كلها بتكون طازة وتجيلك سخنة جدا. واخيرا وصلت الوجبة اللي انا طلبتها، انتظرت تقريبا في حدود اكتر من ربع ساعة بصراحة، لكن الاكل جاي سخن مولع نار. الريحة كمان حلوة جدا. خليني اعرض لكم الوجبة. بيجي طبعا معاه الخبز اللي هو اسمه اللاباش في تركيا. بيجي ايضا كمية كده من رز او اللي هو البرغل، البلغر بلاف بالتركي، بحبه جدا على فكرة. وهنا الدجاج المشوي، اعتقد في قطع من الصدر، فيه القناط اللي هو الجناح، مع ايضا طبق من السلطة الخضراء. فهي دي الوجبة اللي انا طلبتها. على ما اتذكر السعر كان في المنيو 110 ليرة تركية. حاول ان شاء الله اكتب لكم الاسعار بالدولار كمان. بما ان اسم المطعم قنات اللي هو الجناح باللغة التركية، خليني ابدأ بالجناح. ده الجمال بصراحة. نصيحة لأي حد بيزور تركيا وبيعاني شوية مع الأكل التركي، يعني دور على المطاعم اللي بتعمل مشويات، سواء بقى دجاج مشوي أو كباب اللي هو أدانا كباب أو قرفة كباب، من الأكلات اللي متأكد هتعجبك، لأن طعمها قريب من الأكل العربي، بيكون عليها بهارات كتير، عليها صوص، فأعتقد هتعجب أغلب أو نسبة كبيرة من السياح العرب بالتحديد. ودلوقتي خليني اوريكم الاتراك بياكلوا الاكلات دي ازاي. اول حاجة بيفتح الخبز كده، بعد كده يضيف شوية من السلطة الخضراء، وبعد كده يضيف الدجاج ويعملوا زي سندوتشات صغيرة كده. فبسم الله الرحمن الرحيم. بكل صراحة الاكل فعلا كان جميل جدا. مكان المطعم بالظبط يعني في الشارع اللي هو جنب مطعم اتش دي او هي دي اسكندر، هتلاقوه موجود هنا في الشارع الجانبي. حاليا الساعة 9 مساء بتوقيت ازمير، الجو الطف نسبيا، الشمس خلاص غابت. خليني كده اتمشى معاكم في الشارع هنا، تشوفوا الاجواء المسائية واجواء الليلية في ازمير. وزي ما انتم شايفين الاجواء عاملة ازاي هنا في قلب منطقة آل سانجاك في شارع شهداء قبرص. عن الصف اللي امامي حاليا ده كله مطاعم، مطاعم كباب اسكندر، مطاعم اكلات تركية كلها، اللحمجون، البيدي، الكفتة، المشويات. فمن الاماكن اللي لو حد حابب ياكل اكل تركي جودته ممتازة هتلاقي هنا مطاعم كتير. الشارع الرئيسي شارع شهداء قبرص، يعني زي ما انتم شايفين كله مطاعم وكافيهات. لو دخلت بقى الشوارع الجانبيه زي اللي امامي حاليا،
هنا اماكن السهر، البارات، الحاجات دي كلها موجودة هنا. حبيت اوضح النقطة دي بحيث لو حد جه المنطقة ممكن تكون بعض الاماكن مش مناسبة ليه. خلينا احنا في الشارع الرئيسي، وانت بتمشي هنا في الشارع حرفيا الاكل حواليك في كل مكان. في اكل حابب تتعرفوا عليها اسمها تانتوني، موجود في شارع شهداء قبرص، اكتر من مطعم بيعملها. اكل اصلها من مدينة اسمها ميرسين او ميرسين في تركيا. من الحاجات ايضا المنتشرة هنا في شارع شهداء قبرص، اعتقد البنات كمان بالتحديد ممكن يهتموا بيها، يعني في عدد كبير من المحلات بتبيع الاكسسوارز الخاصة بالبنات، الشرابات دي اي حاجة بعشرين ليرة. خليني ادخل بحيث الإضاءة تكون أفضل شوية. الحاجات دي كلها بعشرين ليرة فقط. في نظارات كمان. يعني الحاجات هنا الاسعار كلها زي ما انتم شايفين تتراوح بين 20 و 25 ليرة. موجود هنا ايضا في الشارع يعني الماركات الملابس التركية، مافي، كوتون، فهو شارع من الشوارع الرئيسية، الشوارع المركزية في مدينة ازمير. موجود هنا في الشارع ستور كبير لماركة اسمها كوتون، من الماركات المشهورة للملابس التركية. خليني ادخل انقل لكم جانب من الاسعار في الوقت الحالي. على فكرة يعني في اللحظة اللي بسجل فيها فيديو النهاردة الدولار الواحد بيساوي 26 ليرة شوية. موجود هنا احد المحلات الخاصة بالهدايا، السوفينير. خلينا نشوف اسعار الماجنتس. الماجنتس بعشرين ليرة زي ما مكتوب. الميزة في المحلات هنا غالبا بيبقى السعر مكتوب على كل منتج. شكله حلو جدا. بعشرين ليرة. في حاجات كتير كمان جوه.
الاجواء هنا في مدينه ازمير خلال فتره الليل؟ يمكن دايما بصور في فتره الصباح او في النهار، حبيت النهارده الفيديو يكون مختلف شويه وتعيشوا معايا اجواء ازمير في فتره الليل. اتمنى ان شاء الله الفيديو ينال اعجابكم. لو عندك اي اسئله او استفسارات عن مدينه ازمير ممكن تسيبها في التعليقات موجوده تحت الفيديو. في النهايه شكرا جزيلا على المشاهده.